تزدحم فلسطين منذ فترة طويلة بالعديد من أوجه المأساة الإنسانية، فقد اجتمعت عليها مبكرا ظروف وعوامل وأسباب جعلت منها مقاما دائما للفقر والبطالة والمرض والحصار ومشكلات أخرى، وهو ما قلب حال الناس فيها إلى الأسوأ وجعلها تفتقر لأبسط درجات الإحساس بالحياة بل وممارستها على أرض الواقع. رجل محمد سليم مودة، سكان مصر حي الصفر، ساكن في بيت زين لا يصلح للسكن، يعني شايفين باب الحمام خير، لا يصلح للتحميم، لا يصلح للشيء، يعني الله الشتاء بيكون، يعني ناكل هم الشتاء، ويعني عندك يعني في الشتاء ما بنقدر لما جاء طفي في البيت. مجاري طفي في البيت، لك حالنا كنا خير كمية الزيقو بهرول علينا، بنصير في الليل نحط طجج من تلقى المية الشتاء، يعني شايف الشارع يعني أعلى من البيت، يعني مية الشتاء والله تدخل في الدار، أوصيف نص الليل كان من وطلعها برا. هكذا ظلت أجراس الخطر تنذر بتفاقم الأزمة وكثرت الفئات التي تستوجب تحركا عاجلا من كل من يرى ويحس ويشفق، فيما شكل في مجموعه بابا من أبواب الخير والعمل الإنساني، وفتح نوافذ للذين يريدون أن ينفذوا سكون العالم حول هذه البقعة الصامتة على الحزن وأشياء أخرى. هذه الأسرة الفلسطينية مثال حي ورواية مفتوحة. أنا في رقبتي 13 نفر بتجاوز تنتي، والله بظلم من المصروف بظلم، والله ما فيه إن شاء الله بك الله بحني على مشت غير وبنعطيكم مصروف. بقول يا بابا الأولاد بصرفوا في المدرسة نصرف زيهم، بقول إن شاء الله الله برزقنا وبنعطيكم، بطلب أكل زي الناس، بقول إن شاء الله الله برزق. وانت شايف العامل، يعني العامل متبهدل سؤال هذا والهذا، يعني بقول لك ان شاء الله الله بالبحر، يعني سؤال هذا والهذا، يعني صرنا مذله. انها اسره فلسطينيه تمثل نموذجا لكثير غيرها، انها تعج بما يزيد على 12 فردا، وهي اسره مركبه. رب هذه الاسره بالطبع لا يعمل، هذا عوضا عن أنه مريض بالصرع ذي الدرجة المتوسطة. بيتهم لا يصلح للسكن الآدمي، فيما الأبناء يغرق أغلبهم في المرض ومتداع نفسيا. تعيش الأسرة على الكفاف وأيدي الناس، وهي محرومة بكامل أفرادها من الحياة وفق شروطها الإنسانية الأقل من عادية. لا شيء في هذا البيت إلا قليل من الزاد والملبس الرث والجدران، وما سوى ذلك لا يوجد إلا الفقر والمرض وانعدام الدخل وما يتبع ذلك من مآس.
الحياة زي الخلق كليتها تعبانة، لا مجد زي الخلق ولا مصورة زي الخلق، فيش شي زي الخلق، حياة بالمرض راسة تعبانة، حتى تكون فيش زي الخلق مجلة خال في المرة وضع سيء جدا، وضع تعبانة. شوف شبك طلع كيف شبيتها كيف عايشين، والله العظيم هقول الهم الشتا لما نيجي ايش هنعمل، شوف كيف المصورة، هذه المصورة هذه والله هذا نجلة حياة بالمرة، شوف كيف شبابيك خذي شبابيك كيف بقلتك بقلتك. يعني هذه عيشي مش عيشي، لا يعني لا تصل السكن بيت، يعني شايف شايفين شايف الحمام شايف المطبخ شايف الغرف، يعني والله غرفة الأولاد كل شيء مخزن، ما في يعني ما في لوح سهل، يعني كله والله ما كان الشتاء والله ما نخاف يعني موسم شتاء جعلين، وفي الصيف كذلك يعني ما نتكاش من شدة الشو يعني من شدة الحر ما بنطيق، يعني من صيف وشتاء يعني مش قادرين نعيش فيها هذا البيت. يطمح كل من سكن الخير في قلبه هنا في الأراضي الفلسطينية أن يساعد هذه الأسرة باليد والأفعال، فإن لم يستطع فباللسان، وإن لم يستطع فبالقلب، وقد تكون ظروف من يشاهد هؤلاء من غير هذه البلاد قد تكون ظروفه أيسر، فيستطيع أن يمد لها يد المساعدة، مساعدة الفقراء، تظل السبيل الأوحد والأكثر طهرا ووضوحا في العمل من أجل الإنسان، لا عيب هنا ولا شك ولا جدال، فالفقير أولى بالخير من غيره، لذلك فإننا من هنا من فلسطين أرض الصراع والسلام نطمح لمساعدة هذه الأسرة الفلسطينية الحزينة. احنا زي ما انت شايف فلقيت انا قاعده بطبخ من جدار اولادي، احنا هيك عم نعمل طبيخه يوم جدار وعدس الحاجات البسيطه هذه اللي يعني مكاننا نطبخها اكثر هيك اكثر من هيك طبعا ما فيش امكانيه نطبخ، وانت شايف الدائره اللي احنا فيه يعني هلقيت لما انا اوقف اجري زي ما انت شايف بطرشق وبتبهدل، والمجله دائما بلاقي في قلبه صراصير، يعني بالصدفه انا شفت الصرصور مش اول صرصور مش اخر صرصور يعني مش اول مره دائما هو هيك، احيانا كمان بتلاقيه على الحيطان في دود هذا في الليل بيطلع، هل شفت هذه الخطوط البيضاء هذا اعتقد دود بمشي في الحيطان، والصرصير طبعا هذا شيء طبيعي في يعني كثير اقوم على المطبخ مثلا في الليل اعمل للاولاد مثلا لا يسمع ميت امام البرد ولا حاجه، لانه في الليل ببعده هذا زينكو بكتسب الحمى بكتسب البرد، تلاقيني اخاف من الصرصير ومن الفران والعرس طبعا اللي بيقشر في المطبخ، زيد على ذلك تلاقي الصرصور عم كثير اوقف مثلا عند الغاز يطرفق شعري اقعد اصوت، واولادي كمان يلتمسوا معي يعني بدل ما انا اقوي قلب اولادي انا اخاف اخوف اولادي. الموت والانسان، تلك هي الروايه التي تملا الفم في فلسطين، اينما وجهت وجهك هنا فكل شيء يمثل في ذاته مفرده حزينه، إذا اختلطت بأحوال الناس صرخ الشاهد من هول ما يرى، فقر، بطالة، فاقة، حرمان، مرض، حصار، لكن ما قد يمنع ذلك كله هو الوقفة الإنسانية التي مهما بدت متواضعة إلا أن بوسعها أن تقدم شيئا وأن تحل مشكلة، من هنا لا بد من الإنسانية كي يحيا ويستمر الإنسان. يعني والله ابن هذيك اللي لقيته في نص الليل كان يصرخ بقول له ما صعدت من الرجل صبع صباح واضح صباح كبير، وانا اتمنى من اهل الخير يعني بيت زي الناس، احنا مش طالبين يعني زياده منه، يعني من بدنا الواحد يعني كل انسان يعني ستر، انا زينا يعني ستر يعني المهم ما يخش الشعر الصين يكون بيت يعني محترم، لكن ما قد يمنع ذلك كله هو الوقفة الإنسانية التي مهما بدت متواضعة إلا أن بوسعها أن تقدم شيئا وأن تحل مشكلة، من هنا لا بد من الإنسانية كي يحيا ويستمر الإنسان.